دكتورة لميس ممدوح بعوضان، عميدة كلية التربية والعلوم بالتكليف في جامعة دار الحكمة. حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في تحليل السلوك التطبيقي من جامعة كولومبيا. اليوم حابة أشارككم سر نجاحي بعد توفيق الله عز وجل. هذا السر بكل بساطة هو أني أنا اخترت صح. لما بدأت مسيرتي التعليمية اخترت بيئة محفزة للنجاح والإبداع، وأنا اليوم ولله الحمد جداً فخورة بكوني خريجة جامعة دار الحكمة وعميدة إحدى كلياتها لأواصل رسالة العلم والحكمة للأجيال القادمة. كل واحد مننا عنده المقدرة على تحقيق أهدافه وطموحاته وأحلامه. اختر صح، سجل في دار الحكمة لمستقبل واعد.